شكرا يا فاق، مرحبا بالجميع. مرحبا بالجميع. إذا مرحبا بكم جميعا. اليوم سأعود وسأعيد التقديم الذي قمت بإدارته في خصوص ويكيميديا كومونز وكيفية المساهمة في مشروع ويكيميديا كومونز الذي هو من مشاريع ويكيميديا، وما معنى ويكيميديا كومس وكيف نكون مساهمين فاعلين في ويكيميديا كومس. أنا سأبدأ بالمداخلة بتقديم ويكي كومس، أم نطلق الاسمين ويكي كومس أو ويكيميديا كومس، هما صحيحان، وهو مخزن الملفات الحرة. ويكيميديا كومس هو مخزن الملفات الحرة. أقوم بتقديم نفسي أولا. أدعى حبيب مهني. ويكيبيدي نشط منذ سنة 2010، وعضو مؤسس لويكيميديا تونس سنة 2014، من أعضاء المؤسسين لمجموعة ويكيميديا تونس. كذلك أنا متطوع لفريق رد OTRS منذ سنة 2015، وإداري على كومنز منذ سنة 2016. تم ترشيحي كإداري على ويكيميديا كومنز 2016. أيضا كنت أمين مظالم منذ في خلال 2017 إلى 2019، وسفير المؤسسة لويكيبيديا العربية منذ 2019، وحاليا أيضا عضو في لجنة الاتصال الكوميونيكيشن كوميتي منذ 2019. بدأت أول ما بدأت هو المساهمة في ويكيبيديا، لكن سريعا ما تحولت إلى ويكيميديا كومنز، وسنشاهد الفرق ما بين ويكيبيديا وويكيميديا كومنز، ولماذا من أصله وضعنا وتم إنشاء هذا المشروع. إذا ما معنى ملف أو صور حرة؟ قلنا أن ويكيميديا كومنز هو مخزن للملفات الحرة. الملفات، وأقصد بها كل ما هو وسائط، أي صور، تسجيلات صوتية أو تسجيلات مرئية، فيديوهات، وحتى النصوص. إذا ما معنى ملف أو صورة حرة؟ الصور الحرة أو الملف الحرة تندرج ضمن ما يطلق عليه فلسفة المحتوى الحر على الإنترنت أو الإعلامية. الحرية على الإنترنت تتمثل أساسا في أربع حريات أساسية. الحريات الأساسية هي تبدأ من الحرية صفر إلى الحرية هي تبدأ من الحرية صفر إلى الحرية ثلاث، أي ثلاث حر أربع حريات، صفر، واحد، اثنان، وثلاث. أول حرية هي حرية الاستخدام، أي أن هذا المحتوى لك الحرية أن تستخدمه لحسابك الشخصي، لكن هنالك بعض التنصيصات وكيفية الاستخدام حتى تتمكن من استخدامه. لأن أول حرية، الحرية صفر، هي أن تستطيع استخدام هذا المحتوى، إذا كان مهما كان هذا المحتوى، إذا كان صورة أو فيديو أو كتابة أو أي نوع من الملفات. الحرية الثانية، الحرية عدد واحد، هو أن يكون المصدر مفتوح. المصدر مفتوح أي المكونات، كيف تم إنشاء هذا المحتوى. إذا كان مثلا برنامج إعلامية أو تطبيقة، هو كيف تم صنع هذا المحتوى بمشاهدة المصدر. هذه الحرية أمثلها في هذه الأكلة. إذا عن تستطيع تشبيه المحتوى بأكلة. الأكلة، حرية الاستخدام، أي عندك الحرية أن تقوم بصناعتها أو باستعمالها. المصدر هو أن تعرف المكونات، كيف تم إنشاء هذا المحتوى، كيف تم إنشاء هذه الأكلة.
ثم نمر إلى الحرية الثالثة، حرية رقم اثنان، هي التغيير، أي تستطيع أن تبدل أو تغير في المحتوى، ولك الحرية في التغيير. والحرية الأخيرة هي إعادة النشر، أن تعيد النشر أو تعيد عرض هذا المحتوى ولو حتى بمقابل. وتنظم هذه الحريات رخص، عندما تجدون شيئا على الإنترنت أو تجدون شيئا أو أي محتوى سيكون معه رخصة، أي رخصة الاستخدام. يمكن أن تكون الرخصة هذه حرة، يمكن أن تكون غير حرة. من أشهر الرخص الغير حرة هي جميع الحقوق محفوظة. جميع الحقوق محفوظة أي لا تستطيع استعمال هذا المحتوى إلا بموافقة صريحة من صانع هذا المحتوى. ثم نمر إلى الحريات الأكثر حرية، الرخص الأكثر حرية التي تخول لك حرية الاستخدام ومشاهدة المصدر والتغيير وإعادة النشر. ومن أهم هذه الرخص هي رخصة المشاع الإبداعي، أو كما نطلق عليه باللغة الإنجليزية Creative Commons. Creative Commons أي كل الناس لدينا نفس المحتوى ويكون فيه إبداع، أي يكون هذا المحتوى من إنتاجك الخاص. تجدون في بعض المواقع على الإنترنت هذه الرخصة CC، هي نتعرف عليها بعلامة CC Creative Commons، لكن تتبعها أيضا بعض الكلمات والعبارات الأخرى التي سأبينها في هذا الرسم البياني. إذا قلنا الرخص تبدأ من رخصة كل جميع الحقوق محفوظة، أي لا ليس لديك أي حرية في استعمال هذا المحتوى إلا بترخيص كتابي ومسبق وبمقابل من صانع هذا المحتوى. ثم نجد في الحريات، تبدأ الحريات بالظهور عندما نجد الكرياتيف كومنز عكس الكوبي رايت، عكس جميع الحقوق المحفوظة. نبدأ في الحريات بـ CC Creative Commons. الشخص هنا باي إذا عندك الحرية في إعادة نشر المحتوى، لكن بشرط ذكر المصدر. باي هو ذكر المصدر. No commercial NC، أي يعني بدون استعمال بمقابل، و ND أي بدون تغيير، No derivative. إذا عندك الحرية للاستخدام وللنشر، لكن يجب عليك التقيد بهذه الشروط للاستخدام. هنالك ايضا CC باي ان دي، هي ايضا رخصة حرة لكن مقيدة بعدم التغيير. ثم نمر الى حريات اكثر، CC باي نو كوميرشال، اي بدون استعمال مقابل، وشير الايك. شير الايك اس اي هي المحافظة على نفس الرخصة اذا اعدت نشر المحتوى. إذا أخذت صورة من الإنترنت فيها هذه الرخصة، يمكن أن تستعملها لحسابك الخاص على شرط ذكر المصدر بدون استعمال بمقابل، ويجب أن تنشرها في نفس الرخصة. ثم الرخصة أكثر حرية هي CC BY NC، يعني يجب أن تذكر المصدر ويعدم الاستعمال بمقابل. ونجد الآن في هذا المستوى، عندما نصل إلى هذا المستوى سأحاول، نعم، في هذا المستوى تكون الرخص أكثر حرية، وهي الرخص التي نستعملها في ويكيميديا كومس. كل الرخص التي قمت بذكرها سابقا لا يمكن تواجدها ولا يمكن أن أضعها في ويكيميديا كومس. ويكيميديا كومس تبدأ بـ CC BY SA، أي Creative Commons، ذكر الصانع و النشر بنفس الرخصة. هنالك أيضا CC BY، يعني إعادة النشر حتى بمقابل، ويمكن تغيير المحتوى لكن على شرط ذكر المصدر. ومن الرخص الأكثر حرية هي CC 0، أي ليست هناك أي قيود لإعادة النشر أو لإعادة الاستعمال، ويمكن مقارنتها أو تشبيهها
دومين بيبليك، بابليك دومين أو الملكية العامة، أي ليست هنالك قيود أو حقوق النشر يجب المحافظة عليها. إذا هذه هي الرخص التي يمكن استعمالها لويكيميديا كومنز. لذلك لو تجدون الصور في فليكر أو في أي موقع للمحتوى وتجدون مع هذه الصور رخص تبدأ بـ CC فهي كرياتيف كومنز، لكن ليست كل هذه الرخص يمكن وضعها على ويكيميديا كومنز. يجب التأكد أنها ليست فيها NC أو ND. NC هي no commercial و ND هي no derivative، يعني بدون استعمال بمقابل وبدون تغيير. إذا ماذا نكتشف إذا وضعت، أو ماذا نستطيع أن نقول لو وجدت أو وضعت منتوجك أو إصدارك تحت هذه الرخصة؟ فمنتوجك أو صورتك أو الرسم الذي قمت بإنشائه، أي أحد أي إنسان يستطيع استعمال هذا المنشور، على شرط أنه يذكر المصدر ويعيد النشر بنفس الرخصة إذا كانت هناك تنصيص على SA، أو حتى أن إعادة النشر وذكر المصدر فقط إذا كان CC BY. وبذلك يستطيع أيضا حتى أن ينشرها بمقابل، يعني أن يكون له ربح ويكون له دخل من هذه المنشورات. إذن هذا أمر هام، يجب أن تكون هذه الصور حرة لاستعمالها في ويكيميديا كومنز. إذن هذه الرخص بصفة عامة، وهذه هي الرخص التي يجب استعمالها على ويكيميديا كومنز. إذن ما هي ويكيميديا كومنز؟ ويكيميديا كومنز هو مشروع من مشاريع ويكيميديا، مؤسسة ويكيميديا، ظهر سنة 2014. كما تعلمون ويكيميديا لها الكثير من المشاريع، وأهمها الموسوعة ويكيميديا. لكن في أول ما بدأ الأمر كانت فقط ويكيبيديا إنجليزية، ثم تبعتها ويكيبيديا بكل لغات العالم تقريبا تباعا. إلى حد الآن هناك ما يقارب 300 لغة في ويكيبيديا. وهذه الويكيبيديات في أول الأمر لوضع محتوى في المقالات. لو نأخذ مثلا مقالة عن أي مدينة في العالم، يجب وضع صورة لهذه المدينة في كل الويكيبيديات. إذا كانت المدينة هذه المدينة مقالة في ويكيبيديا الإنجليزية، ومقالة في ويكيبيديا العربية، ومقالة في ويكيبيديا الفرنسية، يجب وضع كل هذه الصور في كل ويكيبيديا من الويكيبيديات. مع كثرة إنشاء الويكيبيديات بمختلف اللغات، أصبح الأمر غير مقبول تقنيا أن نقوم بوضع نفس الصورة في كل الويكيبيديات. لذلك جمعوا كل الملفات في مستودع ومخزن، قاموا بإطلاق اسم ويكيميديا كومنز عليه. إذا هذا هو ويكيميديا كومنز، يرمز إليه باللون الأحمر، وكل المشاريع الأخرى تأخذ منه الملفات الحرة. إلى حد الآن هنالك ما يقارب 64 مليون ملف على ويكيميديا كومنز. هذه الملفات يمكن استعمالها في كل مشاريع ويكيبيديا، بما فيها ويكيبيديا، ويكي سبيشيس، ويكي داتا. كل المشاريع لويكيميديا يمكن استخدام الملفات التي توجد على ويكيميديا كومنز. والرخص المقبولة على ويكيميديا كومنز فقط CC أو CC BY أو CC BY SA، ذكر المصدر أو الصانع والنشر بنفس الرخصة، أو public domain. public domain يعني الملكية العامة، يعني شيء قديم جدا، يمكن أن يكون مخطوطة، أن يكون صورة أخذت منذ عهد قديم وسقطت حقوق النشر فيها فأصبحت من الملكية العامة. وتختلف الملكية العامة من كل بلد، فهنالك بلدان الملكية بعد 50 سنة، أو فما حتى أقل 25 سنة. كل بلد له قوانين حسب لتحديد الملكية العامة. إذن هذا المشروع هو ويكيميديا كومنز، يمكن الولوج إليه بنفس الاسم المستخدم وكلمة السر لكل مشاريع ويكيميديا. إذا كان عندك حساب على ويكيميديا يمكن الدخول
الى المشروع، الى ويكيميديا كومنز بنفس اسم المستخدم. هذا هو ما نقوم به، او الفكره وراء انشاء ويكيبيديا. تخيل عالما يتاح به لكل شخص في الكوكب ان يعطى مدخلا مجانيا. اذا الحريه رقم صفر، الحريه الاولى هي الاستعمال، مدخلا مجانيا الى جميع العلوم والمعارف البشريه. هذا هو ما نفعله في ويكيبيديا ومشاريع ويكيميديا. إذن هذه هي مجمل مشاريع ويكيميديا. وهنا ويكيميديا كومنز، ميديا ويكي هو البرنامج الذي يقوم بإصدار مشاريع ويكيميديا، الكتب، ويكي داتا وهو المستقبل في ويكيبيديا، هو ويكي داتا، المؤسسة ويكيميديا، ميتا ويكي وغيرها. والمشروع الأكثر شهرة في مشاريع ويكيميديا هو ويكيبيديا. إذا كل هذه المشاريع تأخذ ملفاتها الحرة من ويكيميديا كومنز. لا ضرورة لرفع الملفات على كل مشروع من هذه المشاريع. نضع الملف على ويكيميديا كومنز ومن ثم نأخذه إلى الملفات الأخرى، إلى المشاريع الأخرى. إذن كيف نقوم بمعرفة أنواع الملفات التي سنستعملها؟ هنالك قائمة للملفات المرخصة على ويكيميديا كومنز. مثلا قلنا أن الملفات هي ليست فقط صور ورسوم، هنالك الملفات الصوتية والفيديو والوثائق. وكل نوع من الملفات لديه الامتداد الاكستنسيون الخاصة به. إذن مثلا عفوا، في هذه الصفحة وضعت الرابط في الملف، نستطيع أن نشاهد هنا لي فورمات دو فيشي، أنواع الملفات وحجمها المقبولة على ويكيميديا كومنز. على فكرة مثلا ويكيميديا كومنز تقبل ملفات في حدود 4 جيجا بايت أو جيجا أوكتي، هذا الحد الأقصى للحجم. بالنسبة للصور، الملفات أو الصور ذات الامتداد المنسوح به هو الـ SVG، PNG، JPEG. الغير منسوح بها أو الغير لا نستطيع قبولها على ويكيميديا كومنز مثلا BMP. هذا بالنسبة للصور، وهذا شرح ما هو SVG والPNG والJPEG والجيف. أيضا مقبول الجيف المتحرك، مقبول أيضا تيف مقبول وPXF وإلى غيره. في الصوت المقبول هو MP3، MP3، OGG، FLAC، etc. وفي الصورة عفوا، في الفيديو هو ويب ام و او جي جي فقط. اذا ام بي 4، ام بي 4 و AVI وغيره من الملفات او لي فورما نون ليبر نو سون با اوتوريزي. وهنالك ايضا الملفات تكست، النصيه. اذا تقبل ملفات ديجا فيو، دي جي فيو والبي دي اف دون غيرها. هذه إذا هي الملفات المرخصة والتي نقوم برفعها على ويكيميديا كومنز. إذا كيف نقوم بالمساهمة في ويكيميديا كومنز عفوا؟ أول شيء هو صناعة المحتوى، أسميه أنا صناعة المحتوى، وأقصد به التقاط الصور، القيام بالفيديوهات، القيام بالرسوم البيانية وغيرها من المحتويات الرقمية. إذا يجب صناعة المحتوى أول شيء، وهذا المحتوى يجب أن تكون أنت هو من قمت بصناعته. لا يقبل المحتوى إذا كان لست أنت من قمت بصناعته إلا في حدود معينة. وعندما تقوم بصنع هذا المحتوى ستكون أنت هو الصانع وستكون لك أنت الحقوق التأليف. ثاني شيء هو إنشاء حساب، وهو أمر ضروري.
على عكس ويكيبيديا، ويكيبيديا يمكن المساهمة بالأدراس الاي بي فقط بدون إنشاء حساب، لكن في ويكيميديا كومنز لرفع الصور هذا وجوبي إنشاء حساب للمساهمة، لا يمكن رفع الصور إذا لم يكن لديك حساب على ويكيميديا كومنز. ثم نقوم برفع هذا المحتوى على ويكيميديا كومنز، وسأريكم بعد قليل كيف تتم عملية الرفع. الرفع على ويكيميديا كومنز هنالك طرق كثيرة للرفع، أظن من أسهلها هي تطبيق الهاتف الجوال، يعني هنالك تطبيق ويكيميديا كومنز على الأندرويد يمكن من خلالها رفع الملفات على ويكيميديا كومنز. وسأقوم بتجربة لهذه الأداة. إذن لرفع الملفات على ويكيميديا كومنز باستعمال التطبيق على أب ستور، على جوجل بلاي عفوا، يطلب الولوج من نعم، ثم بإضافة الصور هنا مع يمكن التقاط الصورة بآلة التصوير أو مشاهدة الملفات الموجودة في ذاكرة الهاتف الجوال مثلا هنا، نعم مثلا هذه الصورة، كتابة اسم الصورة في الخانة، وصف عادة مكتوب هو نفسه، هنا نضع الكاتيجوري التصنيف الصورة، مثلا قمت بالتقاط هذه الصورة في مدينة صيادة، أجد هنا صيادة، أختار هنا نوع الرخصة Attribution Share Alike 4.0، يمكن اختيار CC0 فقط، CC BY 3.0 أو CC BY 4.0، أختار عادة Attribution Share Alike 4.0 وأقوم برفع الملف. تلاحظون أن في هذا التطبيق يذكرنا بمسابقة ويكي تهوى المعالم اللي ستحدث عنها بعد قليل. هلا إذا قمت بوضع الصورة على ويكيميديا كومنز باستعمال التطبيق، لكن لا يجب وضع هنا صور السيلفي وكل الصور التي خارج موضوع ويكيميديا كومنز، وهذه هي طريقة وضع صورة على باستخدام التطبيق. ثانيا بعد استخدام التطبيق يمكن استعمال ويكيميديا كومنز، أي استعمال الموقع لرفع الصور. نفس الشيء إذن أقوم هنا برفع الصور باستخدام الموقع، إذا ندخل على ويكيميديا كومنز بكومنز نقطة ويكيميديا نقطة أورغ، إذا كان عندي حساب في ويكيبيديا أستعمل نفس الحساب أو أقوم بإنشاء حساب جديد. أقوم بتكبير الصورة قليلا. عفوا،
هل نانور من ويكيميديا موريتانيا؟ نانور جرابيديان. ثم لإنشاء حساب تختارون اسم مستخدم وكلمة السر، تأكيد كلمة السر، وضع البريد الإلكتروني كي تصلكم الإشعارات وكل شيء، وإعادة هذه الكتابة. حاليا ويكيميديا كومنز فيها 456 مليون و861 ألف و554 حساب تغيير، عفوا، مساهمة، وفيها 64 مليون و144 ألف و470 ملف، والمساهمات القريبة أي المساهمات الحديثة هي 39 ألف و270 مساهمة حديثة. أنا عندي حساب، لذلك لن أقوم بإنشاء حساب جديد، فقط سأقوم باللوجين. عندما أقوم بالولوج إلى ويكيميديا كومنز، ربما سأجد الصورة التي قمت بإضافتها عبر تطبيق، هي موجودة عبر تطبيق ويكيميديا كومنز على جوجل بلاي. يمكن استعمال هذا التطبيق لرفع الصور، لكن الطريقة العادية هي باستخدام الموقع. تكون ب سأعود إلى العربية. تغيير اللغة سهل جدا في مشاريع ويكيميديا. مثلا هنا في المشاركة لدينا رفع الملف. رفع الملف، عند رفع الملف أول مرة تقوم ويكيميديا كومنز بإصداء نصائح للمشاركة. من أهم هذه النصائح هي أن تقوم برفع الأعمال التي قمت أنت بإنتاجها كاملة بنفسك، أي نحن لا نقبل أعمال أنتجها أو أوحى بها أشخاص آخرون، فقط إذا كانت تحت الملكية العامة، مع وجود استثنائين. إذا شخص آخر أعطانا تصريح باستعمال هذا المحتوى عبر الـ OTRS، فريق رد، يمكن رفعه. أو إذا كان هذا المحتوى قديمة وتماثيل ومباني قديمة، عادة أقدم من 150 سنة، وهنا أقول عند لكل بلد قوانينه الخاصة. إذا كان هذا المحتوى هو من إنتاجك، نمر إلى المرحلة التالية، وهي تحديد الملفات والوسائط لمشاركتها. عندما نختار هذا، مثلا أنا سأقوم برفع هذا الملف، عندي ثلاث ملفات، مثلا سأقوم برفع الملف الأول. جاري الرفع، حسنا، استمرار، رفعت كل الملفات بنجاح. ممكن أن أضيف ملفات أخرى أو حتى من فليكر، لكن في هذا سأقوم فقط بأن نشر هذا الملف وحيد. يطلب هذا الموقع منك توفير معلومات عن حقوق نشر هذا العمل للتأكد من أن الجميع يستطيع إعادة استخدامه قانونيا. نفرض أن هذا الملف هو من عملي الخاص، أضغط هنا وأختار اسمي والتالي. لكن إذا كان هذا الملف ليس عملي، يجب ذكر المصدر، من أين حصلت على هذا الملف؟ من هم المؤلفون؟ من هو الصانع؟ وكيف نشر هذا الصانع الملف؟ إذا نشاهد هنا أن الرخص المتاحة أو الرخص المقبولة هي CC BY SA وفقط، أو CC 0. الرخص الأخرى التي فيها NC أو ND لا، غير مقبولة. هذا إذا كانت الرخصة هي المشاع الإبداعي. هنالك
حقوق الطبع والنشر على صورة ملفات الفيديو على موقع فليكر مع حق الترخيص إذا أخذت هذا المحتوى من فليكر، أو لقد انتهت مدة صلاحية حقوق النشر، إذا أصبح في عداد الببليك دومين، الملكية العامة، أو أنتجت حكومة الولايات المتحدة هذا العمل، لأن كل الأعمال الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية هي تحت رخصة حرة يمكن إعادة استعمالها، أو أعمال الناسا، كل صور الناسا هي حرة. سبب آخر ويجب هنا ذكر السبب. أما إذا كنت قد وجدت على الإنترنت ولست متأكدا وتعتقد لأن هذا العمل يمكن أن يكون حرا ولكن لست متأكد، فإن الملف ولم تضف التراخيص المطلوبة فإن الملف سيحذف. سيحذف إذا كانت الرخصة غير حرة. بالنسبة لي أنا هو عامل هذا الملف أو صاحب هذا الملف، التالي: عنوان الصورة، يمكن اختيار عنوان للصورة. على فكرة إذا قمتم بخطأ في وضع عنوان الصورة لا يمكن استبدال أو تعويض الاسم إلا بطلب من الإداريين أو من مغيري العناوين. يجب وضع مطلب لتغيير العنوان، لذلك يجب الانتباه عند وضع عنوان الصورة لعدم وجود أخطاء فيه. وصف للشرح أو الشرح ماذا تبرز هذه الصورة، يمكن كتابة بأي لغة تريدونها وهو اختياري. الوصف، يجب الوصف ماذا تبين الصورة. تاريخ الإنشاء سيأخذه البرنامج من بيانات الصورة، إذا هذا تم إنشاؤه يوم 12/8/2020، أو إذا أردت أن تغير التاريخ تستطيع تغييره من هنا. التصنيف، مثلا هذه الصورة تبرز معلم في مدينة المهدية التونسية اسمه سقيف الكحل. إذا كنت غير متأكد من وجود تصنيف للمعلم، نستطيع فقط وضع اسم المدينة أو اسم القرية أو المكان. وهنا الفرق بين التصنيفات في ويكيبيديا وتصنيفات في ويكيبيديا كومنز، أن التصنيفات في ويكيميديا كومنز هي كلها باللغة الإنجليزية، لا نستطيع وضع تصنيفات باللغة العربية. دونك هنا سأضع مهدية، سأترك البرنامج فيقترح علي مهدية، مهدية جوفرنيت، مهدية شيب راك، مهدية ميوزيوم. إذا وجدت المعلم أضعه، إذا لم أجده أستطيع ترك فقط كلمة مهدية. أيضا سيأخذ، لأني قمت بتصوير الصورة من هاتف الجوال، فهو يعلم الموقع، خط العرض وخط الطول بصفة آلية. سأحاول هنا وضع وصف سريع باللغة العربية. وأنشر الملف. هذه البيانات الوصفية هي بيانات ستساعد على تصنيف الصورة في ويكي بيانات، ويكي داتا، لكن ليست أمر إجباري، يمكن تخطي هذه الخطوة. شكرا على الرفع. يمكنك استخدام هذه الملفات في الويكيات أو ربطهم بصفحة الويب. كيف نقوم بربط الصورة في الويكيبيديا؟ فقط نسخ هذا الكود ولصقه في ويكيبيديا. أقوم بنسخه ثم أذهب مثلا إلى ويكيبيديا العربية وأبحث هنا عن المهدية، اللغة هنا أجد العديد من المهدية، مدينة تونسية. نعم، هنا وفقط أبحث عن مكان لوضع الصورة في القسم
مثلا الخاص بي. المدينة العتيقة هي جزء من المدينة العتيقة في المدينة المهدية. عدل المصدر، بعد العنوان يمكن لصق النص هكذا، وسنظهر معاينة لنرى كيف. نعم ستظهر مثل هذا الشيء أو مثل هذا أنشر التغييرات أو أقوم بوضع وصف لما قمت بتعديله، مثلا هنا إضافة صورة. ونشر التغييرات، أقوم بنشرها. إذا هذه الصورة الآن موجودة على مقالة ويكيبيديا الخاصة بمدينة المهدية. بالطبع لم أقم بوضع الصورة بالطريقة المناسبة، يجب وصف هنا ما تبين الصورة. هذه الصورة إذن موجودة على مقالة ويكيبيديا. الطريقة الأخيرة لتطبيقات الرفع، ليست الطريقة الأخيرة، الطريقة الثالثة هي تطبيقات الرفع. تطبيقات الرفع على ويكيبيديا، على ويكيميديا كومنز، هي مجموعة من التطبيقات الموجودة للأجهزة الكمبيوتر، ويمكن تنصيبها على الكمبيوتر وتقوم برفع ملفات بصفة كمية. مثلا عندما تقومون بجولة لمعلم تاريخي ولكم العديد من الصور، يمكن استعمال هذه التطبيقات في عملية الرفع. ومن أشهرها والتي أقوم شخصيا باستعمالها هي اسمها كومونيست. اسمها كومونيست، سأريكم كيف تتحصلون عليه. هذا هو كومونيست. كومونيست هي أداة تستخدم بالجافا على ما أظن. يمكن كذلك استعمالها من متصفح الإنترنت. سيطلب، سيقوم، لكن أنا قمت بتنصيب هذا الملف على جهاز الحاسوب، وبه أستطيع رفع ملفات كثيرة بكبسة زر واحدة فقط. هذا إذا كان عندك العديد من الصور وأردت أن تقوم برفعها في وقت وجيز. تحتاج إلى القليل من هذه هي تطبيقة كومونيست على لينكس. تقوم باختيار هنا الملف الذي يحتوي على الصور. مثلا عندي هنا ملف مهدية فيه كل هذه الصور. لو أردت بكبسة زر واحدة أن أقوم برفع كل هذه الملفات على ويكيميديا كومنز، أقوم بالتعليم عليها توس، أضع اسم المستخدم الخاص بي، رقم أو كلمة السر، أختار الويكي الذي سأقوم برفع الملفات عليه وهو ويكيميديا كومنز، ثم أختار الوصف. ويمكن لكل صورة أن أضع الكاتيجوري التصنيف الخاص بها على حدة، ويمكن وضعهم كلها في نفس التصنيف هنا، وأقوم بالرفع، ويقوم البرنامج برفع هذه الملفات كلها في وقت وجيز. هذا إذا أردت أن تقوم برفع العديد من الملفات معا. هذه الطريقة، إذن الطريقة الثالثة والطريقة الأخيرة هي استعمال المحرر، عفوا، استعمال ويكيميديا كومنز، لكن هذه المرة بالاتصال بفريق الرد. يعني أنت لست من قام
بإنجاز هذه الصورة، لكن تعرف من هو الذي قام بإنجاز هذه الصورة أو التقاط هذه الصورة. فيمكنك هنا الاتصال بفريق رد على ويكيبيديا كومنز، هنا اسمه كومن او تي ار اس، وتبين هذه الصفحة كيفية الاتصال بفريق رد. هنالك نص يجب كتابته وإرساله مع المراسلة، يمكن توليد هذا النص بصفة أوتوماتيكية وسيعينك في هذا الاختيار إذا أنت مالك الحقوق أو أنت تمثل مالك الحقوق إلى غير ذلك. هذه الطريقة إذا أعيد، إذا كانت الصور ليست من إنتاجك لكن تعرف من قام بإنتاجها وتريد الاتصال به لوضع الصور على ويكيميديا كومنز. هذه الصور أو هذا فريق الرد سيتولى النظر في المراسلة ويقرر بعد ذلك هل يستطيع وضع الصور على ويكيميديا كومنز أو حذفها. إذن هذه طرق الاستخدام في ويكيميديا كومنز: استعمال الكلاب في الجوال، استعمال ويكيميديا كومنز الموقع، تطبيقات الرفع على سطح المكتب، أو الاتصال بفريق رد عبر البريد الإلكتروني. هذه هي المقدمة التي أردت أن أقوم بها حول ويكيميديا كومنز. أتمنى أنها نالت إعجابكم، وأنا مستعد للإجابة عن أسئلتكم إذا كانت موجودة. شكرا.